أيوة أنا فتحت الباج أهو كراء نيكال، وعلى الجنب كده في نوتيفيكيشن، بالتالي هروح عليها. وبعد كده هدوس عليه أهو دوفوار دي سات تروا، هدوس عليها أهو الدوفوار الفيش، أرجع أدوس بقى على الفيش اللي محطوطة، هتقوم تفتح لي باج تانية كبيرة أهي، واروح عاملاها برنت واديها لها تحلها. وهو ده الكيستيون بتاع التكست، برضو ادوس عليه وبتكبر الباش، وساعتها اعملها لها داون برنت من على. هو انا بعد ما عملتها كده باجي على الجنب هنا واروح دايسه 3 نقط دول، يقوم يطلع لي برنت. وادوس على برنت كده الورقة هتتبع لي. طيب انا لو ما عنديش برينتر اطبع الورقة هعمل حاجة تانية، هاجي هنا هكتب كيستيون ان على ورقة برا، كيستيون ان ا، والولاد يكتبوا الاجابة بتاعته، بعدين بي والولاد يكتبوا الاجابة بتاعته، نيميرو دو وهكذا، والولاد يكتبوا الريبونس بتاعته. طيب انا مفروض انا كده خلصت، خلاص كده الدوفوار اتعمل. اروح جايبه بقى الموبايل اهو، خلاص مفروض ان الدوفوار اتعمل، اروح فاتحه هنا الباج وافتح هنا الدوفوار اهو. وبعدين ادوس هنا اوكي، وبعدين في سنت هنا اهو، اروح كاتب ادوس على دي، وبعدين اختار فايل فروم كمبيوتر، انا شغال على الموبايل بس هو كتب لي كده تيك اي فوتو اوكي. اروح جاية هنا، ده مفروض اهي الباجة اللي انا يعني نتعامل فيها دفور، انا بصور اصلي من موبايل للموبايل، واروح عاملة كده، واروح عاملة يوز الفوتو، وكده هو بيبعت لمدام صفا دلوقتي المفروض ان دي يعني الريبونس اجابة الدفور. وبعدين بعد كده خلاص اهي الدفوار يعني مفروض، فانا هدوس كده وكده، مفروض ان الدفوار راح للمدام.